بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله نبدا نتكلم مع بعض عن موضوع جديد الا وهو البيتيوتري جلاند. والبيتيوتري جلاند هي تعتبر الغده المايسترو او المسؤوله عن تنظيم عمل باقي الغدد الاخرى الموجوده في جسم الانسان. وعشان نقدر ان احنا نشوف البيتيوتري جلاند لابد ان احنا ناخد ساجيتال سكشن في البريم او في المخ. ولما نيجي ناخد الساجيتال سكشن هنبص نلاحظ ان انا عندي هنا مشهدين، المشهد ده والمشهد ده. طبعا المنظر ده بيعبر عن اللاترال فيو او المشهد الجانبي والمشهد الخارجي للبرين او للمخ. زي ما احنا شايفين طبعا ده السريبرال هيميسفير وده السريبيلم، وهنا هنجد ادي البونز، وهنا هنجد ادي المدلة اوبلونجاتا. ده المشهد الخارجي او اللاترال فيو. تمام، لما نيجي نبص بقى على نفس الكلام ده، نفس المنظر ده، هنبص بقى من جوه. ادي الايه برضه البرين من جوه اهو، وهنا ادي برضه الايه السريبرال هيمسفير اللي هو هنا ده اهو، مشهده من جوه اهو. وهنا عندنا ادي السريبيلم من بره، هنا ادي من الناحيه الثانيه هنجد ادي السريبيلم قالك من جوه. وعندنا هنا كمان ادي الميدلا اوبلونجاتا، وهنا ادي البونز، وهنا ادي الميد برين. طبعا الكلام ده سهل بالنسبه لنا قالك لو احنا ناس درسنا نيورو. لو لسه ما اخدتش نيورو هنبقى نقول الكلام ده مع بعض بالتفصيل. خلاص، يبقى انا عندي هنا ادي الميد برين، وادي البونز، وادي الميدلا اوبلونجاتا. خلاص، وورا هنا ادي الايه، ادي السريبيلا. حلو. طيب، في هنا المنطقه ديت اللي هي فيها الدائره ديت، المنطقه دي بنسميها الثالامس. خلاص. طيب، بعد الثالامس في عندنا كمان الحته اللي تحت الثالامس نسميها هايبو ثالامس. هايبو يعني تحت، هايبو ثالامس الحته اللي تحت الثالامس. خلاص كده، بتنزل من الهايبو ثالامس دي عصايه كده لو انت شايف العصايه ديت، وبعدين تمسك في العصايه دي كوره. الكوره دي بنسميها البيتيوتري جلاند. لا بالراحه كده تاني عليا. عندي ثلاث اجزاء مهمين، الجزء الاولاني اسمه الثالامس، والجزء الثاني اسمه الهايبو ثالامس اللي هو تحت الثالامس، وبعدين عندي عصايه كده استوكايه عصايه، وقدام وتحت الاستوك هتجد فيه الكوره دي المدوره دي، الحته دي، دي بنسميها البيتيوتري جلاند. البيتيوتري جلاند او الغده المايسترو، الغده دي المايسترو. قدام الغده المايسترو هتجد هنا حاجه اسمها الاوبتيك كيازما. لو انت تشغل معاك كده المخيله بتاعتك هنجد هنا مثلا، لو قلنا هنا في عندنا اللي العين بتبقى في الحته دي مثلا، يعني بيطلع من عند العين في عصب كده اسمه الاوبتيك نيرف. خلاص كده، الاوبتيك نيرف ده بيمسك في حاجه هنا اسمها الاوبتيك كيازما. عايزك بس تتعلم ايه يعني مبدئيا كده او سريعا كده، ان انا عندي هنا في نيرف، نيرف الابصار بيبقى جاي من عند العين. خلاص كده، اسمه الاوبتيك نيرف، والاوبتيك نيرف ده بيمسك هنا لك في حته كده هنا اسمها الاوبتيك كيازما. يعني لغايه لما ابقى اوريك صور للاوبتيك نيرف والاوبتيك كيازما بعدين. اما نبدا ان احنا ندرس ونشوف علاقه البيتيوتري جلاند بالسكال او بالجمجمه، ادي مشهد تاني اهو. تمام، ده برضو مشهد هنا ساجيتال سكشن هنا للسكال او للجمجمه، وهنا ادي نفس المشهد بتاعنا او اللي هو الساجيتال سكشن بتاع مين؟ بتاع البرين. اما نيجي نبص كده، طبعا زي ما احنا شايفين واخدنا ده السريبرال هيمسفير، اكيد هيبقى نايم زي ما اخدنا قبل كده في الكرينيال كافيتي، بيبقى نايم في الحته دي. خلاص كده، وهنا الايه السريبيلم بيبقى نايم في الحته ايه، في الحته دي هنا، الناحيه الثانيه هنا. خلاص كده. طيب، وبعدين ابص الاقي الميد برين والبونز والميدلا اوبلونجاتا ماشي، بيبقوا موجودين هنا كده في الحته دي، الميد برين والبونز والميدلا اوبلونجاتا موجودين هنا، وبيكملوا بالسباينال كورد او بالحبل الشوكي. خلاص. طيب، البيتيوتري بقى جلاند، البيتيوتري جلاند تبقى نايمه في، تبقى نايمه في الحته دي، شايف الحته ديت؟ حته كده ايه مخصصه ليها. تمام كده، تسمى الهايبوفيزيال فوسا، الهايبوفيزيال فوسا. خلاص كده، حته كده قال لك بتبقى مخصصه قال لك للبيتيوتري جلاند. ما علينا من الاسم دلوقتي، هتجد هنا قال لك في السكال هنا في عظمه هنا اسمها الايه السيفينويد بون. لسه هندرس الكلام ده ان شاء الله لما نيجي للسكال دلوقتي، سيفينويد بون. خلاص كده، في هنا اير ساينس او جيب هوائي. انا خدت زمان في السكال ان السكال او الجمجمه لك من العظام اللي هي بتحتوي على اير ساينس او جيوب هوائيه، منها مثلا هنا اير ساينس اسمه الفرانتال اير ساينس، خلاص موجود في عظمه اسمها الفرانتال بون. هنا برضو عندنا في اير ساينس او جيب هوائي اسمه السيفينويدال اير ساينس، تبقى عارف برضو ان هو يعتبر قدام وتحت البيتيوتري جلاند. يعني البيتيوتري جلاند بتبقى هنا خلاص كده، والساينس ده او الجيب ده بيبقى قدام وتحت الايه البيتيوتري جلاند. طب اخدنا مين تاني بيبقى قدام البيتيوتري جلاند الايه الحته دي اللي هي اسمها الاوبتيك كيازما، اللي هي بيمسك فيها النيرف او العصب بتاع الابصار اللي هو اسمه الاوبتيك نيرف.